السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مثال كنا شرحناه في درس قبل كده وممكن تلاقيه أسفل الفيديو. فهنتكلم إن إحنا عايزين نعمل فيسز كذا فيسز في المشروع دوت. هنقول مثلا إن إحنا عندنا لو عايزين نظبط موضوع الفيسز دوت اللي هي المراحل بتاعة المشروع. لأن المشروع مش بيتعمل مرة واحدة، بيتعمل على أكتر مرة. فهاجي هنا فيسز وتبدأ بقى تضيف existing، دي الحاجة اللي هي موجودة قبل كده. ديت هنقول مثلا إن دي الفاونديشن، تمام. المثال دوت هينفع مع المعماريين والانشائيين والكهروميكانيكا والانشائيين مش خلاص، تمام. افتر انا عايز اضيف حاجه بعد كده، بعد الفاونديشن عايز اقول مثلا الوول اللي هي الحائط الخارجيه ديت، تمام. وبعد كده عايز احط هنا الكولوم، وبعد كده عايز احط ال الكاميرات فريمينج. طيب اقول له ابلاي واقول له اوكي. طيب خلينا نعمل سيلكت مثلا للقاعده ديت، واقول له سيلكت اول انستنس فيزبل ان فيو، فاخترناهم كلهم. دي موجودة فين؟ في الفاونديشن. لا دي انا ماشي، دي انا عايزها في الفاونديشن. طيب وديت ودي في الفاونديشن. طيب خلينا نقول مثلا الوول هنحطه هنا في الوول، تمام. وفي ديمولش لو انت ايه ناوي ان انت تهد الحاجه دي. نلاحظ ان الوول اختفت ليه؟ لان هنا الفيسز هنا متعلمه انها فاونديشن. طب لو قلت له وول تبدا تظهر مع الشغل. هنشوف الموضوع ده دلوقتي، بس خلينا نركز ان احنا الاعمده كلها هحطها هنا ايه في الكولوم، ماشي. اختفت، تمام. طيب دوت عملت سيلكت عليهم كلهم مرة واحدة وقلت له حط لي دوت في الفريمينج، تمام. هو الترتيب ده مهم، اللي هو الفيسز اللي هي او اني واحدة فيهم قبل التانية. طيب الفيس فلتر بيقول لي لو انت اخترت شو اول ايه اللي هيظهر معاك، تمام. طيب لو اخترت شو كومبليت ايه اللي هيظهر معاك، لو اخترت شو ديمو اند نيو ايه اللي هيظهر معاك، وهكذا. فتقدر تعدل في الحاجات دي لو انت عايز. طيب هنا برضو دي شكل الحاجة، هل تظهر خفيفة ولا ما تظهرش، ولا تظهر متقطعة. ده في حالة تمبوري، ده في حالة النيو، ده في حالة الديمولش، ده في حالة الاكسيستنج، تمام. طيب لو انا جيت هنا وقلت له انا عايز شو اقول، فبيبدا يشوف انت في انهي فيس. في انهي فيس ممكن اقول له انا في الكولوم، فيبدا يظهر لحد الكولوم. لا ده انا في الفريمنج، تمام. فيبدا شغله كله يظهر. لا ده انا مش عايز اي فلاتر خالص، كده الشغل كله يظهر وما تحسش باي حاجه ان كان ما فيش اي فيست خالص، ما فيش حاجه لونها بيت شويه، حاجه لونها كويس، وهكذا. طيب ممكن اقول له بقى ايه شو كومبليت، كومبليت كله وصل لحد هنا ظهر. طب لحد الوول لا لسه الشغل ده ما خلصش. طب لحد الكولوم يبدا يظهر لحد الكولوم. دي فكره الفيسز، وهي فكرتها ان المشروع كله ممكن ما يتمش على مره واحده، بيتم على اكتر من مره. فكل مرحله فيهم بديها الفيس بتاعتها، بحيث ممكن يكون المدرسة مثلا هيعمل ابتدائي وبعد شوية يعمل اعدادي وبعد شوية يعمل ثانوي، فالمبنى الابتدائي يكون خلصان وبعد كده نخش في المبنى اللي بعديه وبعد المبنى اللي بعديه. دي فكرة الفيسز باختصار.